السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي لغات في قناتكم نتسلير. وصلنا مع بعض في مادة الساينس، أخذنا جزء الدايجستيف سيستم، والنهاردة إن شاء الله معانا الريسبيراتوري سيستم. الريسبيراتوري سيستم هو جزء التنفس أو جهاز التنفس اللي مسؤول عن إدخال وإخراج النفس عندك في جسمك. يلا بينا، قبل ما نبدأ الليسون اعملوا لايك واعملوا شير وسبسكرايب عندنا في القناة علشان يصلكم كل جديد من قناتكم لتسلير. بنشرح الماس والساينس وكمان مادة الاي سي تي، كله من كتاب المعاصر. Human Respiratory System. Human Respiratory. Respiratory. Respiratory يعني الجهاز التنفسي. قال لي ايه بقى؟ Our bodies، الاجسام بتاعتنا، need oxygen، انت بتحتاج الاكسجين. الأكسجين ده غاز أنت بتاخده أثناء ما أنت بتتنفس. In order to do their functions، علشان نقدر نعمل الأكتيفيتي بتاعتنا، علشان نقدر ناكل، علشان نقدر نشرب، علشان نقدر نعيش. We get oxygen gas، إحنا بنحصل على الأكسجين جاز ده الضروري جداً necessary جداً ليا from the air، من الهواء. Around us all the time، طول ما أنا عايش أنا باخد الأكسجين من الأير. The respiratory system is the system، هو عبارة عن الجهاز. Responsible for، كلمة مهمة جدا عندي في الليسونز ده. Responsible for، responsible for، responsible for يعني مهم لي. هو عبارة عن أو مسؤول عن، سوري، مسؤول عن. Respiratory system هو جهاز مسؤول عن breathing، breathing، breathing. Respiration، respiration، أنا عملية التنفس. يبقى respiratory system مسؤول عن respiration process، عملية التنفس. طب ال digestive system، برافو عليكم، أنا سمعاكم grade 4 وانتوا بتقولوا مسؤول عن ال digestion process، عملية الهضم. The respiratory system supplies the body with oxygen، ال respiratory ده أو الجهاز التنفسي بيمد عندي الجسم بالأكسجين اللي الجسم محتاجه. And get rid of، كلمة مهمة جدا، get rid of يتخلص من، يطرد، بتساوي كذا كلمة المفروض ان انا اعرفها، بتساوي كلمة realize. realize يعني ايه؟ realize يعني يطرد. يبقى عندي كلمة get rid of equal realize equal expel out، كلهم بمعنى ان الجسم بيطلع ماتيريال عندي يا جريد 4. الماتيريال دي سواء كانت كربون دايوكسيد، حاجه مش كويسه، سواء كانت اكسيريشن سوليد ماتيريال زي اللي خدناها في الليسون اللي فات في الدايجستيف سيستم. الجسم بقى او الريسبيراتوري سيستم ده مسؤول عن انه يدخل او يمد او يعطي او يستعمل سبورت الجسم بالاكسجين. كمان get rid of بيتخلص من الكربون دايوكسيد، الجاز اللي مش كويس اللي موجود جوه جسمي، من خلال عملية اسمها عملية respiration process. respiration process عملية التنفس. طب ايه هي بقى respiration process؟ قول معايا respiration. respiration respiration process، اللي it is process، هي عملية of pulling air. pulling air يعني سحب الهواء، ادخاله inhalation. inhalation قول معايا pulling air. pull 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 push 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 pull يعني يدخل الهواء، يدخل يزقه لجوه، والعملية دي اسمها inhalation. inhalation ادخال الاكسجين. and push 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 air pushing air يدفع الهواء لبره، يخرج الهواء، والعملية دي اسمها ايه؟ exhalation. exhalation of the body. يبقى respiration process جواها حاجتين، جواها ان انا بدخل الهواء inhalation، وان انا بخرجه exhalation. طب هو هو الهواء؟ قالك لا، ده جاز الاكسجين، ده جاز الكربون دايوكسيد، تمام؟ طب خد بالك، بيقول لي نوت، كربون دايوكسيد جاز produced during respiration process is a waste product، هو عبارة عن فضلات جوه جسمي، حاجة زيادة. waste، waste product، لما تكبر شوية هتعرف
ان كل مكان في جسمك بيعمل عملية اسمها عملية البيرنينج، بينتج عنها غاز مش كويس مش حلو، غاز ضار هارمفول بالنسبة لجسمي اسمه كربون، كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد غاز. الغاز ده انا لازم اطرده اخرجه بره جسمي. مين اللي بيخرجه؟ عملية الاكسهاليشن، اكسهاليشن. اوكي، قال لي الكربون دايوكسيد غاز is harmful، harmful غاز ضار to our bodies، بيسبب لي مشاكل لو فضل جوه جسمي. So we must expel it، اطلع بره. Expel it، اطرده. Expel out معنى يطرد. اطرده during the exhalation، مهمة جدا. طب اوكي مس، ممكن تقول لنا ال respiratory system ده بقى consist of ايه، بيتكون من ايه، او ال structure بتاعه؟ يلا بينا. ال structure بقى بتاع ال human respiratory بيتكون من nose throat pharynx، pharynx ال throat او pharynx الحنجرة بتاعتك. لما صوتك يبقى مش طالع ويقولوا لك ايه ده، هو الحنجرة بتاعتك تعبانة النهاردة، دي معناها ايه؟ ال throat او pharynx. trachea، trachea two bronchi، two bronchi two lungs، diaphragm، diaphragm. يلا بينا تاني، nose nose throat pharynx، trachea trachea two bronchi، two bronchi two lungs، two lungs diaphragm. طب تعالى بقى ناخد الوردز الجديدة، exhalation exhalation harmful harmful nose nose trachea trachea inhalation inhalation get rid of spill out to bronchi diaphragm diaphragm. طب يلا بينا نكمل. ده شكل ال structures بتاع respiratory system. اول حاجة انت بتدخل الاير من النوز بتاعتك، يبقى لما يجي سؤال عن ديفنا في الاكزام يقولك the first organ in respiratory system، تقول له الماوث؟ نو، تقول له ايه؟ النوز. اول اورجانز عندي في الريسبيراتوري سيستم ات از النوز، اللي هي ايه؟ الانف بتاعتك. اللي تراكيه او اللي ثروت او الفارينكس هي مين؟ الحنجره بتاعتك. بعد كده عندي الجزء ده اللي انت لما تيجي تحط ايدك عند الجزء ده عند زورك كده بتحس ان فيه حلقات رينجز، اسمه ايه بقى؟ تراكيه، تراكيه. التراكيه دي هتمشي معانا تمشي معانا تمشي معانا، وبعد كده يحصل لها برانش، برانش تتفرع زي فروع الشجره، هتتفرع لحاجتين تو برونكي، جزئين تو برونكي. اوكي، ما تحفظهمش بالعربي، تو برونكي. تمام، التو برونكي بقى دي هتتفرع زي فروع الشجر وهنسميها ايه؟ برونكوليوس، برونكوليوس. تمام تمام. طب في عندي حاجات عاملة زي الورود هنشوفها بعد شوية، اسمها alveoli، alveoli. واخيرا الجزء ده بقى اللي هو مين؟ التو لانجز بتوعك، التو لانجز بتوعك، وتحتهم عندي الديافرام، وتحتهم عندي مين؟ الديافرام. تمام، يلا بقى نشوف كل واحد من الاورجانز دي الفانكشن بتاعته ايه هي. قال لي how does respiratory system work، ازاي respiratory system بتاعك بيشتغل. اول حاجة عندك النوز، قال لي النوز it is the first organ، هي اول عضو عندي في respiratory system through which the air enters the body، الهواء بيدخل فين؟ من خلالها. note the air can enter the body through the nose and the mouth، بس في الحالة دي الناس بتبقى عندها مشكلة في الانف بتاعتها او النوز بتاعتها، فبتضطر تفتح بقها تدخل الاير. ثاني حاجة throat، throat throat or pharynx، هي cavity او فتحة كده من ورا بيدخل فيها الاكل وكمان النفس، ودي بنحس بيها لما نشنق، نشنق نكون بناكل وبنتكلم، ففجأة تحس نفسك انك انت ايه؟ اللقمة وقفت في زورك. اللقمة هنا موجودة في الثروت، موجودة فين؟ في الثروت. It allows the air pass from the nose to the trachea، هي بتاخد بس الاير اللي هو دخل اللي جواه الاكسجين اللي انا محتاجه، تمشيه من النوز، يدخل يدخل كده 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 كده، يروح فين؟ في الثروت، وللثروت تروح تمديه فين؟ للتراكيا.
تمام. طب تعال نقرا الوردز. برونكيوليوس برونكيوليوس الفيولي الفيولي اللي هي عباره عن اير ساكس، وهناخدها بعد شويه. تعال بقى نكمل. جينا بقى جبنا الهواء معانا من النوز وعدى في الفرنكس وجه بقى عند مين؟ التراكيه. التراكيه دي اهي، هي عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن تيوب مجرد ديليفري ذات الاو، بيسمح allows air to pass into the two lungs. هو بس بيعدي الهواء من النوز من الفرنكس يروح للتراكيه، للتراكيه بيجيب الاير مين؟ للتو لانجز. which fill up the air like two balloons. هو بيخلي الهواء بقى اللي داخل ده بيخلي اللانجز بتاعتي كانها بالونتين وانا نفختهم. inside lungs داخل اللانج بقى ايه اللي بيحبس؟ قال لي التراكيه is branched. branched بتتفرع بتتقسم into two tubes، بتتقسم ل two tubes. two tubes دول اسمهم ايه؟ two bronchi. two bronchi اهو الصوره دي اوضح طبعا. ادي التراكيه حصل لها branched اتفرعت ل two bronchi، ادي فرق وادي فرق. تمام اوكي. قال لي زي allow the air to enter the two lungs، يعني بتسمح للهواء انه يدخل مين؟ انه يدخل جسم، انه يدخل اللانج. They are divided into smaller and smaller tube. بتتفرع smaller و smaller tube، أصغر في أصغر. هي كانت كده التراكية اتفرعت بقى لتيوب تيوب كبار. التيوب توب دول اتفرعوا لتيوب كده. طب بس لأ، وتيوب كمان أصغر فأصغر فأصغر فأصغر. وآخر كل تيوب بتنتهي عندي بمين؟ بالألفيولي اللي هم عاملين زي الورود دول. هنرجع لهم تحت. يبقى smaller tubes that look like the branches، بتشبه فروع الشجر of a tree. الفروع دي معروفة باسم ايه؟ bronchioles. bronchioles يبقى أنا عندي تراكية اتفرعت لتو برونكي، التو برونكي كل واحد فيهم تفرع لمين؟ لبرونكيوليس. اوكي تعالى بقى، كله ده داخل مين؟ كله ده داخل، ما تنساش كله ده داخل اللونج. كله ده داخل مين؟ inside lung. inside مين؟ lungs. تعالى نكمل. two lungs بقى، جينا للتو lungs جواهم بقى ايه اللي بيحصل؟ قال لي inside lungs the bronchioles end with little air sac. خد بالك عندي البرونكيوليس دي اللي عامله زي فروع الشجر بتنتهي بايه؟ بair sacs. air sac اكياس من الهواء، اكياس زي الاكياس اللي ماما بتجيب فيها الحاجات من السوبر ماركت. لا 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 لا, لا. ابدا مفيش حاجه دي جوه جسمك. امال ايه؟ ده من اسمها ان هي بتتملي غاز، ان هي بتتملي الاكسجين جاز، ان هي بتتملي الاكسجين جاز فسموها كانها كيس، كانها ايه؟ كيس. يبقى اسمها ايه؟ اير ساكس. سراوندد باي بلاد فيسلز، وحواليها مين بقى؟ بلاد فيسلز، شعيرات كتير. شايفين ده بلاد فيسل؟ بلاد فيسلز الشعيرات اللي انت اخدتها في البينجوين. البلاد فيسلز والبلاد فيسلز دي معروفه باسم الاير ساكس، دي الاكياس دي معروفه باسم الفيولي. الفيولي دي تحت الميكروسكوب اخدنا الجزء ده بس كبرناه عملنا له ماجنيفاي كبرناه فادى الشكل ده. الشكل ده اهو عباره عن اير ساكس اير ساكس اير ساكس اير ساكس وسراوندد باي محاطه ب البلاد فيسلز. البلاد فيسلز الاوعيه الدمويه اللي بيمشي فيها مين؟ البلاد. inside the blood vessels والأكسجين move، الأكسجين بيتحرك جوه الدم. into the blood which carries oxygen around the body. يبقى مين اللي بيحرك وبيودي الأكسجين لكل الجسم؟ البلد. مين اللي بيحرك ويودي الأكسجين لكل الجسم؟ البلد. طب أخده منين؟ أخده من الألفيولي. أخد الأكسجين منين؟ من الألفيولي. which carry oxygen around the body to help other organs and system to work. كل جزء في جسمي محتاج الاكسجين وكمان محتاج النيوترينتس المواد الغذائيه. وانتوا لو فاكرين في الدايجستيف سيستم قلنا مين برضو اللي اخد النيوترينت بعد ما السمول انتستنس عملت لها عمليه ابزوربشن؟ كان البلد. يبقى البلد ده جواه ايه دلوقتي؟ جواه اكسجين وجواه نيوترينتس. جاب الاكسجين من اللنجز من خلال الالفيولي وجاب النيوترينتس من خلال الدايجستيف سيستم من خلال السمول انتستن. تمام. اخر حاجه واهم حاجه عندي في الموضوع الديافرام. الديافرام ده عباره عن muscle. muscle عضله. it is the large muscle هو عباره عن عضله
at the base of ribs. ribs يعني الضلوع. حط ايدك كده على جنابك الناحية دي والناحية دي، هتلاقي ان في حاجات بتطلع وتنزل عندك، دي عبارة عن ribs. ribs يعني ايه؟ الضلوع. قال لي هو عبارة عن large muscles، عضلة كبيرة مالها play an important role، جملة مهمة جدا بتلعب دور مهم in inhalation and exhalation process، في عملية ادخال الهواء واخراج ايه؟ الهواء. قال لي خد بالك the organs of the human respiratory system have different structure، اكيد ده كل واحد ليهم شكل وكمان تركيب وكمان function to do different function، وعندهم functions كتير كل واحد فيهم ليه function بتاعته. and this is considered تعتبر behavioral adaptation؟ no، امال ايه؟ structural adaptation. اوكي عندي fill up، fill up تملأ او تصب بور، look like عندي بمعنى ايه؟ تشبه وليس ينظر. طب ازاي بقى how does the respiration process take place، ازاي بيحدث عملية الrespiration؟ تعال بقى نشوف ايه اللي بيحدث في الrespiration process. اللي جوه الrespiration process بقى عندي two process اسمهم ايه، هنقسم الrespiration دي لtwo process. اول واحدة اسمها inhalation. inhalation، inhalation process يعني عملية ادخال الاكسجين او breathe in، انا بتنفس لجوه. number two exhalation، exhalation breathe out، انا بتنفس ايه؟ breathe out، انا بتنفس ايه؟ لبره. during inhalation ايه اللي بياخد، ايه اللي بيدخل؟ تعالى بس كده نفهمها الاول باللغه العربيه وبعد كده نقراها بالانجليش. اللنج دي اعتبرها كانها بالونه، تمام، والبالونه دي تحتها diaphragm اللي هو المصل بتاعي، انا بدخل هواء inhalation. البالونه دي او اللنج ايه اللي بيحصل لها؟ بتتنفخ، فايه اللي بيحصل لها؟ فبتكبر. اوكي الدايفرام ده هيعمل ايه؟ هيقول لها لا سوري مدام انت هتكبري، احنا اصدقاء، انا هسيب لك مكان وهنزل لتحت. وهنزل ايه؟ لتحت. ليه يا دايفرام؟ خليك قاعد مكانك. هيقول لي لا انا واللنج اصدقاء، ما ينفعش هي تكبر وانا اضيق عليها، لا انا هنزل لتحت، اعمل موف داون. اعمل ايه؟ موف داون. ليه؟ قول لي علشان اسيب لها اريا، عشان اسيب لها مسافه تتحرك فيها. اوكي طب هي اللنج دي موجوده فين؟ قال لي موجوده في الشست، في منطقه الصدر. طب لما البالونه تزيد هتعمل ايه؟ ده هتاخد مساحه من الشست بتاعي، من الصدر بتاعي. يبقى اول حاجه سايز اوف شست انكريزز، الشست اللي عندي هنا ايه اللي هيحصل له؟ انكريزز، هيزداد، هيكبر، هيحصل له انلارج. انلارج ليه؟ شايل بالونه منفوخه. طب والديافرام قلنا هو هيقول انا صاحب اللنج، واللنج خلاص كبرت في الحاله دي، فانا هسيب لها مكان، فيحصل ايه؟ كونتراكت، كونتراكت للديافرام، هيقل، ينكمش، ويعمل ايه؟ موف داون، يتحرك لفين؟ لاسفل. طب العكس بقى، انا عايزه اخرج هوا، عايزه اخرج هوا من جسمي، البالونه منفوخه وانا عايزه ايه؟ عايزه اخرج منها الهوا. الدايفرام هيقول في الحالة دي أنا بحب أساعد أصدقائي، أنا هضغط على البالونة لغاية ما تخرج الهواء اللي جواها اللي هي مين؟ اللانج. اللانج يحصل لها إيه؟ شرينج شرينج شرينج، تتقلص بالبلدي كده، تخرج الهواء. حجمها إيه اللي هيحصل له؟ هيقل أكيد. هيحصل إيه؟ هيقل أكيد. طب الشيست عندي إيه اللي هيحصل له؟ أكيد المساحة بتاعته decreases. ليه؟ البالونة اللي جواه خرجت منها الهواء، تمام؟ ده بالبلدي اللي بيحصل. طب تعالى بقى نقرأه. قال الدايفرام muscles في حالة الانهاليشن بيحصل إيه؟ contract، حجمه بيقل أو shrinks، shrinks، ويتحرك downward، downward يتحرك لتحت. ليه؟ يسيب مساحة لللنج. طب السايز او الشست، سايز اوف شست مساحه الصدر، لا شايله بالونه كبيره منفوخه يبقى حجمها يزيد انكريز او اللارج. طب تايب اوف اير، نوع الهواء اللي داخل ده ايه؟ الهواء اللي انا بتعامل معاه اللي زي اير ريتش ان اوكسجين جاز، غني بغاز الاكسجين بيدخل اللانج. اوكي تعالى بقى نشوف الاكسهاليشن. قال الدايفرام في الحاله دي هيساعد اللانج ويضغط عليها لفوق عشان تخرج الهواء اللي جواها. قال ذا دايفرام ريلاكسز، ريلاكسز اور اكسباندز يعني هيتمدد ويكبر، اند موف ابورد وهيطلع لفوق. ذا سايز اوف شست ديكريزز اور نارو
ليه؟ خلاص ما احنا عرفنا ان انا عندي دلوقتي هو بيضغط على البالونه والبالونه عماله تخرج اللنج دي عماله تخرج الاير اللي جواها. فبالتالي طب الاير اللي انا بتعامل معاه اللي ريتش ان كربون دايوكسيد جاز اللي هو الوحش اللي انا عايز اخرجه من جسمي اكسبلد اوت ذا لنج، بيخرج منين؟ من اللنج. طب ايه كمان معانا في الليسون؟ قال لي يلا نعمل تشيك على الاندرستاند بتاعك. ديورينج انهاليشن، انهاليشن ادخال الهواء، ذا diaphragm muscle relax and move downward. تمام، هو صح بيعمل downward، بس هل في الانهاليشن بريلاكس بيتمدد ويكبر؟ نو، ده بيحصل له contract ويقل. نمبر 2 respiration process start with mouth and end with anus. لا طبعا it's wrong، ده دي digestive. اوكي طب complete يلا. respiration process include جواها مين؟ اتنين، inhalation and exhalation، ادخال واخراج الهواء. the process of pulling air، سحب الهواء، and push air، ودفع الهواء out of the body is called، ده تسمى بالايه؟ بالrespiration process. وبكده جريد 4 نكون خلصنا مع بعض lesson number 4 اللي هو كان بيتكلم عن digestive respiratory process. ان شاء الله فيديو نمبر اللي جاي هيبقى lesson exercises or lesson 3 من كتاب المواظب. اسيبكم في رعاية الله وفضله، دمتم دايما بخير، دمتم دايما متفوقين جريد 4. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عندنا في القناة. باي باي.